انا معايا 3 دقايق عايز اخلص فيهم ماتش الزمالك والاسماعيلي النهارده عشان نتكلم كتير عن ماتش الاهلي والترجي امس. سؤالي القادم ليك برضو يخص زيزو، ايه رايك في زيزو في وسط الملعب؟ زيزو في وسط الملعب هو اي حد ممكن يفكر فيه، طاقه كبيره، مجهود كبير، كذا. انت اتكلمت في نقطه جميله جدا، هو في منتخب مصر في صلاح، فممكن زيزو جدا يتم توظيفه في نص الملعب. في الزمالك مفيش الجناح اللي يساعد، اللي هو انت تقول ورقه هجوميه افضل من زيزو، فانت عشان كده هتضحي بزيزو وتغير له مركزه علشان خاطر النقطه دي. تعال نشوف حالتين لزيزو، يا ريت بس ايه يكون الاعداد احنا جبناهم، نجيب حالات زيزو يا جماعه. حالات زيزو هم حالتين اتنين بيتوضح الفكره بتاعت انت لما تلعب في خط النص وتنزل من الجناح محتاج شويه تنازلات في الملعب. انت محتاج تبقى انت مثلا مجرد في اوقات مجرد ان انت بتمرر الكوره لقدام، انت مش في دورك ان انت تاخد الكوره وتعمل بيها اللمسه والاثنين والثلاثه. تعال نبص في الحاله دي، بص هنا ابراهيم انضاي هيدي زيزو، كانت هجمه كويسه. بص زيزو هنا في اللحظه دي لازم زيزو يمرر ابراهيم انضاي، مش محتاجه ارجع لي بيها تاني معلش لو ينفع بس هو يلعب مع سامس. لا ما هجيب لك بقى ياخد الدبل من ضمن المشكله هنا ابراهيم انضاي اما عدى بص ادي كمل، خليه يدي لزيزو في لحظه ما. انت مش مطلوب منك تتواضع على قد مركز لعيب خط الوسط، اللي هو انت في اللحظه دي ابراهيم انضاي او سامسون لازم يلعب له واحد من الاثنين. لا زيزو هنا لعب الدور طبعا. اتفضل. سامسون افضل، انت ضربت باص واحد ثلاث لعيبه ماشي صح. انت كلامك عظيم يا كابتن محمد. هنشوف الحاله الثانيه برضو، ما في ساعات بقى اللي انت اتكلمت فيها في وجود بن شرقي وطارق وامام، في لعيبه بتثق في لعيبه، في لحظه بقى انت بتفقد ثقتك كلعيب في زمايلك، اللي هو انت بتدور. بص هنا اللحظه اللي بص زيزو هيمرر لسامسون، بص سامسون هيعمل ايه في الكوره، بص برده كمل. ما هو في حاجات بقى انت ما انتش واثق في زميلك اساسا. ما هو بص سامسون اللي انت يعني بص كمل الهجمه. يعني هو زيزو هنا في الحاله دي مرر العادي، بص سامسون عمل ايه، خرج بالكرة على العلم. ابسط حاجه دلوقتي ايه، اي حاجه احنا بنقولها للعيبه طول ما انت بدارك يلعب اللي في وشك اهو، ما عملهاش اسهل حاجه واللي في وشه اهو. فده دفاع بس برضه عن زيزو، لقيت واحد في وشك في دفاع عن زيزو، هو فصل شحن. ما ده اللي انا بقوله، ايه دفع عن زيزو. في اوقات انت بتبقى لعيب بتثق. فاكر انت الفتره اللي كان فيها الزمالك مش جامد قوي وكان في شيكابالا وجمال حمزه، تحس ان هما الاثنين قاعدين يدوروا على بعض في الملعب، شيكابالا يدي لجمال وجمال يدي لشيكابالا، اللي هو ثقه بين اثنين لعيبه. زي ما انت كنت بتلعب يا كابتن في الاسماعيلي مع بركات، ممكن كان يبقى في زميل في مركز افضل بس انت ثقتك في بركات اعلى، فتدور على بركات وتديله. فزيزو في وسط الملعب لما بيلاقي الجناح نضاي والفيرود بتاعه سامسون، في عدم ثقه اصلا كامله في اللعيب. يعني حتى هو متصرف بشكل سريع وادى لسامسون الكره انتهت صح خلصت.